والآن مشاهدينا ننتقل إلى ولاية عين تيموشنت، حيث لا يستطيع الزائر لهذه الولاية مغادرتها دون زيارة جزيرة ليلى المتمركزة على بعد حوالي 3 كيلومتر عن شاطئ رشقون ببني صاف، موقع طبيعي وجمال متميز بمغاراتها التاريخية. نكتشفها في سياق تقرير كمال بوعز عبيد وحميد عوادي. على متن هذا القارب تنطلق رحلتنا البحرية باتجاه جزيرة ليلى الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومتر عن عاصمة ولاية عين تيموشنت والمتمركزة على بعد حوالي 3 كيلومتر عن شاطئ رشقون ببني صافة، موقع طبيعي يعد محل اهتمام بالنظر إلى جمالها المتميز وتنوعها البيولوجي وأهميتها العلمية. ستي زون ميليتار كانت بكري كولونيزي بار لي اسبانيول وعاود ولات اونيل يمشيو لها يزوروها السواح بزاف. عند الوصول الى اسفل الجزيره نلاحظ هذه المغارات التي تسمى بمغاره بن نمري، تحكي قصصا يرويها ابناء المنطقه، بحيث تعد هذه المغارات معلما تاريخيا طبيعيا فريدا من نوعه، تستوطنها اصناف وانواع من الاحياء والنباتات، بعضها في طريق الانقراض، بحيث يسعى القائمون عليها الى تصنيفها كمحميه طبيعيه. بكري كان هنا بن نمري، هذا سي لوفو مارا بالفرنساويه، كانوا كاينين 5 ومن بعد ديسبارو، هذه صافي 10 ما بقاش واحد يدور هنا. كانت الناس كانوا يجيو يزوروا هاد الجهه من هنا يشوفوا، وكان غارها من هنا عطولو غار بن نمري، وكان يمشي حتى للبور تاع بني صاف. هاد الجزيره يفوتوني على الشهر من التحواسه هنا، باسكو عندنا لا ناتور، ولا ناتور هادي عندنا فيارج فوميو لا كما قال حنا بارابول اون اوروب ما كانش هادو ما كاينينش. رحلتنا لجزيرة ليلى لا تنتهي كونها منطقة سياحية جذابة لما تمتلك من إرث تاريخي هام وفضاء طبيعي لراحة وتكاثر بعض أنواع الطيور المهاجرة على غرار النورس والصقور.